طيب زي ما تحدثنا الأهداف الأساسية نعم لمؤتمر باريس متمثلة في ثلاثة محاور. المحور الأول جذب الاستثمارات، نعم. المحور الثاني رفع الديون عن السودان، والعودة إلى هزيرة المنظمات المالية الدولية. نعم. خلينا نتكلم في حتة التجهيزية بتاعت يعني رفع أو إعفاء الديون عن السودان. نعم. ده لأنه هاسل ديبيت كتير، يعني الناس بيتكلم عنه بصورة جايز يكون عام وكده. موضوع رفع الديون أو الإعفاء عن الديون هو بيندرج تحت هي اسمها حيباك أو البرنامج خاص بإعفاء الديون عن الدول الفقيرة المثقلة بالديون. نعم. هذا البرنامج انطلق بسنة 1996 يس. نعم. ولغاية حسا استفاد منها حوالي 37 دولة، ومن هذه الدول حوالي 90% دول أفريقية، منها دول مجاورة لإثيوبيا استفادت من هذا البرنامج بالتأكيد. نعم. وفي شروط محددة، هذا البرنامج يتكون من شروط أساسية ممكن نتحدث عليها، هي أربع شروط أساسية. نعم. نعم. أول هذه الشروط هو الدولة المعنية لازم يكون مؤهلة للإقراض من مؤسسة التنمية الدولية. السودان أفتكر اجتاز هذا الشرط من خلال القرض التجسيري اللي وصل له وضعه مع ملزمات الديون السيادية. نعم. الديون السيادية. نعم. الشرط الثاني الدولة المعنية لازم يكون دولة مثقلة بالديون وغير قادر على حل المضيف في السودان، من درجة لهذا. جميل. الشرط الثالث الدولة لازم يكون شرعت بصورة يعني جادة في الإصلاحات الاقتصادية، يعني الملف برضو السودان ماشي فيه، وهذه الإصلاحات الاقتصادية الاقتصادية اللي نتكلم عنها نقول قاسية. نعم. نعم. مجوز من الباكت يعني في النهاية. الشرط الأخير ونقدر نقول أنه يعني هنالك خطة واستراتيجية واضحة للخروج من الفقر في البلد بصفة عامة، يعني ما جزئية معينة، بكل الأقاليم والولايات إنها في خطة قومية استراتيجية إنه الدولة دي ماشية في الاتجاه. وهل الشرط